هسه نجي عندنا هنا للنقطة الثالثة. System with reheat are used when the room sensible heat factor is low. اللي هي يقول لك احنا نستخدم سالفة الرهيت عندما تكون قيمة sensible heat factor القيمة مالتها low. طبعا هذا الشيء صحيح. ليش؟ هسه انت باوع على هاي الصورة. هنا انت شنو اللي عندك؟ عندك فد هواء معين قاعد يمر عوف هذا البريهيتر، هسه يمر على فلاتر يتصفى وراها الهيتين كويل. هاي طبعا نحشي بالشتاء احنا، فيتسخن الهواء اللي موجود عوف الكولن كويل يكون طافي بهاي بالشتاء، لان احنا ما قاعدين نبرد، احنا قاعدين نسوي الهواء حار. وراها يمر الهيوميديفايرز، وراها للفان، وراها للروم. احيانا شنو اللي يصير؟ عندك درجة الحرارة اللي تجي من هنا حيل باردة، فهذا ما كان موجود بالبداية. خلينا نقول يمر الهواء بصورة مباشرة، اجي على الفلاتر الصفى مر على الهيتين كويل. هنا من يسخن الهيتين كويل ما يوصل الى مرحلة اللي المفروض اللي المطلوبة، شو يصير؟ يمشي ورا هاي، هو يحمي صح بس ما يوصل للدرجة المطلوبة، فراح يمشي وراها الهواء ما وصل للدرجة المطلوبة، يوصل للهيوميديفايرز اني منطي رطوبة. فش راح يصير بي بهاي الحالة؟ انه هو الهواء مو كلش حار، بي برودة، ومن هنا اجت رطوبة، فراح تجمد الرطوبة اللي موجودة، ما راح اقدر، ما راح يقوم، يعني يصير شلون مثل ما نقول الهواء راح يصير مثل البارد، يعني راح يصير. فاني حل لهاي المشكلة ايش اسوي؟ اجيب فتشي يسمى البريهيتر. هذا شنو شغلته؟ عبارة عن هيتر اللي وراه اخليه، هذا يكون امرر من هنا الهواء يحميلي الهواء للمرة الاولى، بعدين وراها يمر على الفلاتر يتصفى، وراها يحميلي الهواء للمرة الثانية عن طريق الهيتين كويل، وراها هذا مطفي طبعا، يمر للهيوميديفايرز، وراها للفان، وراها للروم. زين، طبعا هي هاي الفقرة اكو لها حلين، اما انواني اكبر حجم الهيتين كويل، الكويل اكبر الحجم مالته، يعني حتى يكون الهواء من افوته مباشر يكون يحمي لي اياه ويدخل لي اياه للهيوميديفاير وللفان وللغرفه، واما انه اني اكون اخلي البريهيتر. طبعا انت تقول لي هسه يجوز، ليش هالدوخه؟ خباني مباشر اكون اكبر الكويل وعوف هذا البريهيتر، شكو جايب لي بريهيتر جديد؟ وهنا اكو شغله انه السعر مالت الكويل يكون اكبر، يعني انت من تجي تكون تكبر الحجم مال الكويل السعر مالته يصير كبير، فارخص لك انه تاخذ البريهيتر اللي هو عباره عن هيتر اللي ورا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شنو اللي يخلينا احنا نكون نستخدم هذا البريهيتر؟ هو انه هنا هذا يطفى ويشغل حسب الحاجة، بينما هذا لا، هذا اذا تكبر الحجم مالته لازم يظل مشتغل طول الوقت، فهنا راح يصير تصرف للباور بصورة اكثر، يعني هنا انت هذا تقدر تسيطر عليه. زين، هسه راح تسألني سؤال، راح تقول يجوز انه زين هذا اصلا شلون انا اسيطر عليه؟ هذا احنا نقدر نسيطر عليه ونطفيه من خلال منظومة سيطرة كاملة موضوعة بغرفة مالت بناية. هاي طبعا تيجي شركات كامله متخصصه لهذا الشيء تندفع بها الاف الدولارات، وهي حتى موجوده بالعراق، يعني هاي اللي انت تشوفها بميشن امبوسيبل وعدد من الافلام، هاي من منظومه السيطره يسدون بوابات ويفتحوها مالت الدكتات والاشياء، ترى موجوده على ارض الواقع وموجوده حتى بالعراق بس مو كل الاماكن. فهنا شنو؟ هنا انه يتم السيطره على كل قطعه من ذني القطع اللي موجودات. منظومات السيطره انواع، ومن يمها اللي هي تعتمد على مثلا PLC تعتمد على كودات برمجية اللي هي Programming Logic Controller اللي هي تعتمد على كودات برمجية يتم السيطرة على الأجزاء اللي موجودات، فيتم إطفائها أو تشغيلها أو تقليلها أو زيادتها. ومن يمها اللي هي تكون تعتمد على software كامل داخلي جاهز، يعني شلون يصير؟ يعني هنا يصير كأنما بوتات برمجية، مثل ما أنه أنت عندك فد هنا مثلا هذا المكان وعندك هاي متفرعة إلى أفرع، كل فرع من ذني اني اقدر اكون زيده واقدر انقصه، وهنا هم اقدر زيده وانقصه، واقدر تتفرع الى افرع لخ كل وحده من يمهن، فيتم السيطره عن طريق مكان واحد رئيس. هاي طبعا شركات تبذل من الجهد عليها لاشهر تصفن على البنايه اللي موجوده وتكون تشتغل عليها وتكون تسوي منظومه سيطره كامله للموضوع. طبعا منظومات السيطره هي انواع، من يمها اللي هي تكون ميكانيكيه، ومن يمها اللي هي تكون ميكانيكيه كهربائيه، ومن يمها اللي هي تكون برمجيه الكترونيه، ومن يمها اللي هي الكترونيه كهربائيه، او يعني هذني هي هاي المصطلحات، انت قلب بيهن كلهن حتى ما اطول الكلام، ذني كلهن المصطلحات اللي موجودات ممكن تكون تصير، يعني كل اثنين تدمجهن سوا هي تصير كمنظومه، مثلا كهربائيه ميكانيكيه، برمجيه ميكانيكيه، وهكذا. فمنظومات السيطره هن هواي يستخدموها. وبالمناسبة هاي طبعا الشركات مو فقط هي تسوي هاي منظومات السيطرة، لا حتى تسوي برامج وتطبيقات، من ضمنها برامجنا اللي نستخدمها بالتكييف، من ضمنها اكو برنامج مال سايكومتريك من شركة كيرير. هذا هنا السايكومتريك صح تعطيك اياه بصورة مجانية، بس انت من تشتري الخصائص مالت الميزات تدفع $100 يعطيك 75 اداة اضافية. هاي ال 75 اداة شنو اللي بيهن؟ كل شيء تشرح لك، تنطيك عن المناخ والطقس، تنطيك عن السايكومتريك، تنطيك السايكومتريك مال كل منطقة موجودة بالعراق، تنطيك أدق التفاصيل مال المناخ، تنطيك حتى المطر اللي موجود، حتى تفاصيل عن الدكت. هذا إني يعني ألخص لك الكلام، شايف الأنسز؟ تخيل برنامج الأنسز بس على سايكومتريك.
هو هيج، وتتخيل شنو الوسع اللي موجود بيه من افكار تتسوى بيه. فالمهم هنا نرجع لموضوعنا، عندنا هنا system with heat are used when the room sensible heat factor is low. هنا عندك هاي القيمة تكون يعني احنا نستخدم سالفة الرهيت ان تكون قيمة sensible heat factor is low، هاي صحيح من تكون درجة الحرارة عندك قيمتها قليلة كلش راح نحتاج الرهيتر. True. النقطة الثانية إذا كانت هاي نفس النقطة الفوق فهاي تعتبر false. النقطة الوراها شنو؟ When reheat coils are used the required coil ADP can be increased. طبعا هاي النقطة تعتبر true. شون؟ إنه أنا هسه عندي هسه فد روم من هنا هسه أنا عندي فد كويل معين، نقول هسه أنت عندك هذا كويل وعندك هنا هاي الغرفة، شنو اللي راح يصير؟ يجي من هنا عندك مر الهواء سخنه ومر ومشوفات للغرفة هنا، بعدين شنو وراها؟ أكو الهواء راح يكون يمشي من هنا ويرجع للكويل، زين، وأكو عندك 10% أو 20% قاعدة تجي من الخارج، هاي خلينا نقول 10%. ومن هنا انتش عندك من هنا عندك هاي اللي هي 90% او 5. زين شدي صير عندك انت من مرارته هنا هو حار، اكو هنا عندك ناس اجهزة احمال اشياء مال اضوية وذني الامور، اكو احمال ويا ال 90% ويا الحرارة اللي انضخت هنا، اكو هاي هذا الحمل اللي وياها قاعد يسوي الهواء اكثر حار، فشنو اللي يصير؟ تجي هاي هسه النسبة اللي هي 90% ترجع هاي النسبة من هنا الكويل إلى درجة حرارة معينة، هنا أنت قاعد تسخنه بالزايد، شنو اللي يبرد هذا الشيء؟ هو وجود 10% اللي موجودة، فإذا شنو هو إلى درجة حرارة معينة أول ما يجي ينطيها، وأني من دا رجع له بسبب الناس والأجهزة والأشياء دي ترجع لدرجة حرارة أكبر وتتمر مرة لأخوي وعاد تدويرها بالمكان، فشنو دي صار؟ أني دا رجع لدرجة حرارة أكبر فدنسخن الكويل، إذا شنو معناها؟ معناها إنه the required coil ADP قيمة ال ADP راح تكون تزيد اللي هي درجة الحرارة مال الكويل، لأن أنا إذا رجع له درجة حرارة أكبر من درجة حرارته، إذا هاي النقطة true. النقطة الوراها شنو؟ يقول لك when reheat coils are used the required supply airflow rate increase، اللي هي شنو؟ قيمة السبلاي تكون القيمة مالتها تزيد. هاي ليش؟ إنه أنت هسه من 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 قاعد أنت تجيب هسه فد هواء ومر من هنا وإجا ودخل وأكو أحمال وأشياء وزادت السخونة مالته ورجع من هنا وراها رجع ورجعنا للكويل، زين أنا ما أريد الكويل يصير حامي، أنا خو ما أزيد الحرارة مالته بالزايد بعد أضعاف، زين هاي راح تظل هيجي تستمر الشغلة لو شلون، فأني لازم أقلل من درجة حرارة الكويل اللي موجود. شلون أقلل من درجة الحرارة؟ هو إنه أنا أزيد نسبة الأير فلو سبلاي، إنه أنا بدل ما أنطي 10% ممكن إنه أنا أنطي نسبة 20%، وهاي الحالة أبرد الكويل وأقدر إنه أنا أوفر حرارة للحيز وهي الراجع النسبة اللي موجودة، فإذا هاي النقطة تعتبر true.